سبب وجود مساحة للإسلام للعمل في الغرب من خلال المراكز الإسلامية ومن خلال المحاضرة في أماكن مختلفة، سبب ذلك ليس هو تسامح النصرانية ولا تسامح العلمانية ولا تسامح الإلحاد، سبب ذلك صراع هذه الأضداد، هذا الصراع الذي بدأ أولا بين الكاثوليك والبروتستانت، ثم أصبح بين العلمانيين والنصارى المحافظين، ثم أصبح بين النصارى المحافظين والنصارى الليبراليين والعلمانيين والملاحدة، ثم دخل على الخط الملاحدة الميليتنت إيثيزم. كل هؤلاء عندما ظهر هذا الصراع وجدت مساحة لهذه الأطياف أن تعمل داخل هذه المساحة بسبب هذا الصراع، صراع الأضداد داخل هذه المساحة دخلت الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية لم تدخل لأنه يتسامح مع الإسلام حتى يعبر عن مقولاته ويعرض حقائقه، وإنما صراع الأقليات وصراع الأضداد داخل الغرب هو الذي ألزمهم أن يسمحوا لبعضهم البعض أن يمارسوا الدعوة لأفكارهم، فليس الأمر هو التسامح مع الإسلام، وإنما هو صراع بين فرق متخالفة وجد الإسلام فيه لنفسه مساحة ولو صغيرة للتعبير عن نفسه.